أهلا بكم. بنسمع وبنشوف عن حاجة اسمها ثعابين ضخمة، بنشوف واحد ماسك ثعبان وماسك كاميرا وبيصور الناس بثعبان كبير. الحكاية دي غلط، وتكلمنا في حلقة الأخطاء الشائعة عن الموضوع، لكن اللي يهمنا أنه نعرف أنه في ثعابين ضخمة، ثعابين اسمها الثعابين العاصرة. سموها الثعابين العاصرة مجرد تعريف، هي ما بتعصر، زيها زي الثعابين العادية، لو لقت حاجة تأكلها بتلف عليها وبتسوي لها عملية اختناق. الثعابين الضخمة أو العاصرة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. عندنا الأصلات اللي بيسموها بالإنجليزي البايثون، عندنا البوة بالإنجليزي بوة، وعندنا الأناكوندا بالإنجليزي أناكوندا. الناس هولوا موضوع الثعابين الضخمة، ولو نفتكر فيلم أناكوندا ضخموا حجمها وخلوها غدارة وشرسة وتهجم وتقتل، الكلام ده كله كلام غير صحيح. الثعبان ضخم أو صغير ما يؤذي ما يضر إلا لو حس بخطورة، إلا لو كان جائع، ما يهجم على أحد أو على حيوان إلا لما يكون جائع. الثعابين الضخمة بتختلف زي ما قلنا، أصلات وبوة وأناكوندا بتختلف في أشكالها في أحجامها في مكان معيشتها. الأناكوندا أكبر ثعابين العالم، بيوصل طولها إلى أكثر من 11 متر، بتعيش في غابات الأمازون فقط، في منها نوعين فقط اللي هي الأناكوندا الخضراء والأناكوندا الزرقاء. الأصلات موجودة في الغابات الاستوائية عموما، بيوصل طولها إلى أكثر من 5 أمتار. البوة بيختلف حجمها من أقل من نصف متر إلى أكثر من 3 أمتار، موجودة في كل البيئات، في البيئات الصحراوية، في البيئات الشجرية، أي منطقة موجود فيها البوة. الفروقات هذه مهمة جدا عشان نعرف أنه حتى في المناطق الصحراوية أو المناطق اللي نعتقد أنه ثعابينها كلها سامة، في أنواع غير سامة. زي ما قلنا الأصلات الأناكوندا البوة موجودة في الغابات، موجودة في مناطق خاصة بها تكون مناسبة إنها تعيش. يعني الأناكوندا لو كانت في منطقة صحراوية ما حتقدر تعيش، لأنه بتتغذى على أشياء أكبر من حجمها بكثير. كمان الأصلات نفس الموضوع، الأصلات محتاجة حيوانات كبيرة، فلازم تكون في منطقة غابات. البوة لأنه أحجامها ممكن تكون صغيرة، فممكن تعيش في أي منطقة. الثعابين الضخمة كلها غير سامة، لكن فيها خطورة، عندها قوة عضلية جبارة، لو لفت على شخص ممكن تسبب له الاختناق وتسبب له الوفاة. اللي بيصير انه واحد بيتصور بثعبان كبير، واحد بيتعامل مع ثعبان كبير، الحكاية هذه غلط، الحكاية هذه لازم ننتبه لها لأنها ممكن تؤدي إلى كارثة. الأصلات في منها عدة أنواع، منها الأصل الشبكية، الأصل الكروية، الأصل الأفريقية، الأصل الهندية. الأناكوندا قلنا نوعين، الأناكوندا الخضراء والأناكوندا الزرقاء. البوة في منها عدة أنواع برضو، عندنا بوة الرمال الهندية، عندنا البوة القرمزية، البوة القزقزحية، أنواع كثير من البوة. أشياء غريبة نشوفها في الثعابين، ثعابين ضخمة كبيرة جدا ما فيها سم، ثعابين صغيرة طولها عدة سنتيمترات فيها سم وفيها خطورة. عالم غريب، عالم متفاوت في الأشكال، في الأحجام، في الخطورة تبعه. الثعابين ما بتأذي إلا لو اضطرت إنها تأذي، تدافع عن نفسها فقط. لما نتعامل مع الثعابين عموما لازم ننتبه ولازم نحتاط، لأنه حتى لو كان غير سام ممكن يكون في مضرة بالنسبة لنا. أتمنى إنه نوقف ونتأمل
كل حاجة بنشوفها وخصوصا الثعابين، لأنه فيها أشياء كثير جدا تستاهل التأمل، شكل، لون، حجم، طبيعة، بيئة، كل هذه الأشياء تستاهل أنه نتأملها وتستاهل أنه نوقف عندها ونشوف إيش موضوع الثعابين وإيش عالم الثعابين اللي مليان بالأسرار ومليان بالأشياء اللي فيها إبداع وفيها تفاصيل ما هي موجودة عند أي حيوانات تانية. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم.